مشاهدي الاو تي في، صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حوار اليوم. هذه الحلقه ستكون مقسومه الى قسمين. القسم الاول نستضيف فيه رجل الاعمال رفيق صعب، اهلا وسهلا فيك. اهلا رح فيك. نحكي نحن وياك عن يعني الصناعه اللبنانيه بزمن كورونا وتجربتكم الخاصه بهذا المجال. وبالقسم الثاني رح ينضم لنا الوزير السابق غسان عطله لنحكي عن الوضع السياسي حاليا بضوء المواقف المستجده للنائب السابق وليد جنبلاط، وايضا لكل هذه التشكيله معارضة للحكومة يلي معترضة على مواقف الرئيس حسان دياب وعلى ما ورد في مؤتمر الوزير باسيل أمس. ولكن القسم الأول مثل ما ذكرنا بالحلقة رح يكون صناعي لبناني بعيد من السياسة. أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذ رفيق. أهلا فيك. يعني اللبنانيين بزمن كورونا على مستوى الفردي أو على مستوى المؤسسات أبدوا عن روحية، إذا بدنا نقول روحية، مقاومة بال بال باللحم الحي. يعني حضرتكم ما كنتوا قبل كورونا تصنعوا آلات معينة أو غرف نيجاتيف بريشر أو إلى آخره، شو عملتوا تحت لفتوا بهذا الدومين بهذا الشكل السريع؟ نحن أول شيء شركة يونيك هي تختص بتصنيع وحدات تبريد المكيفات. الشركة حائزة على شركة يوروفانت والأيزو، هي متاحة عند أسواق بتبيع بلبنان وخارج لبنان. شركة عمرها 25 سنة بهذا الدومين. نحن قبل عنا كنا مجهزين كتير مستشفيات بلبنان. اليوم بالكورونا ونحن كصناعيين أمنا كلنا لحتى نواجه هذا الوباء ونزيحه عن بلدنا وعن وطننا، صنعنا النيجاتيف بريشرز. النيجاتيف بريشرز، النيجاتيف بريشر هودي وحدات بيركبوا ما يعني المريض الكورونا وقت يجي على المستشفى. المستشفيات بلبنان جهزت طوابق أو غرف مخصصة لمرضى كورونا فيروس. هذا الجهاز بيشتغل، نحن بنخلق النيجاتيف بقلب الغرفة، لو منجيب الهواء من برا منعقمه منقتل البكتيريا فيه، مندخله عمر على غرفة المريض ومنرجع منشيله منعقمه كمان ومنظهره برات المستشفى. والنيجاتيف بريشرز هو لحتى هذا الوباء ما ينقل من غرفة لغرفة سلامة على المرضى وعلى الطاقم الطبي وعلى العاملين داخل المستشفى. بس انتو حسب ما فهمت يعني خلينا نحكي يعني عم تشتغلوا بغرف النيجاتيف بريشر وبايضا بسموه تيونال التعقيم. نعم نحن بلشنا. بس خلينا اسالك، اول بلشنا بالنيجاتيف بريشر، عم تستوردوا قطع من برا والتجميع عم بيصير هون؟ نحن كيف عم بيصير؟ نحن القطعه بتنجاب من برا، في قطعه نحن مجهزه عندنا بمصانعنا بالنيجاتيف بريشرز، لانه هذا السيستم هو بينقطع مراحل، بدك تخلي ديفرنشال بريشر للرومز حتى يضل الهواء 100% ما ينقل من غرفه لغرفه. هذا كله بتجهز عنا بمصانعنا، ونحن حديت هلا صرنا عاملين حوالي 20 مستشفى بلبنان جهزناهم كلهم لاستقبال مرضى الكورونا فيروس. اوكي، وبالنسبه للتعقيم وكمان كشركه عنا نحن قمنا كمان تجهيز تانلز، هيدا التانلز ديسانفكشن تانلز، هيدا بيعقم الناس. ونحن عم نشتغل كله دي اف اي ابروف، كل الكيميكال عم نحطها. هيدا السيستم معمول للافراد، بيقطع فيه الشخص كنا 4 ثواني بيتعقم كله وبيظهر، بيتعقم من اعلى الراس لاسفل الحذاء بيتعقم، وهذا السيستم اوتوماتيك ما بيصنع شيء فيه. وعم نجهز بعد هلا مؤخرا عم نعمل شيء للمطارات، بيجي المطار عم نبتكر أجهزة جديدة هلا. وانت فيت مثلا بالمطار، نحن متأسف اجت الطيارة عنا بمطار لبنان بقوا ساعتين لحتى عقموا وظهروا، نحن فينا الطيارة خلال 500 شخص إذا كانت فيها بأربع دقائق تتعقم. وعم نبتكر جهاز هلا نخدن حرارتهم للركاب الجايين، بياخد ألارم حرارته مرتفعة، بيعطينا الألارم الجهاز بيعطينا بياخد حرارته بيعطي ألارم، منشيل الإنسان حرارته بضل عملية التعقيم ماشي بصورة مباشرة. نعم. يعني نحن تفضل تابع. نحن مرينا على مرحلة الحياة بدها تستمر، يعني كورونا بعد جمعة جمعتين هالوباء حيبقى، نحن ما ننقاومه وما حنتركه يتغلب علينا بلبنان. نحن كصناعيين من هذا المنطلق عم نطلع بأفكار لحتى نمنع انتشاره، الكان بداخل المستشفيات، الكان اليوم بالمطارات، بالمباني الحكومية، بالبلديات. شو ما فينا نحن كصناعيين ما نحد من هذا الوباء، نحد انتشاره. نعم، نحن بدنا ننتقل لنستمع للنائب بلال عبد الله في بيان للحزب التقدم الاشتراكي، وخليك معنا وبنرجع نتابع الحديث. وعلى مستقبلها، ومن نصب نفسه مرشدا إصلاحيا تغييريا بالوقت الذي بين يديه
تتجمع ملفات الفساد وملفات الصفقات، ونحن اليوم لسنا في إطار سجال سياسي مع أحد، نحن فقط أردنا من هذا اللقاء أن نقدم رؤية الحزب التقدم الاشتراكي واللقاء الديمقراطي إلى الأمور التي نرى من الواجب الالتفات لها من الحكومة الحالية، وللتذكير أيضا لمن يحاول اليوم أن يهدد ويتوعد ويمارس الكيدية ويفتح الملفات. نحن كنا وسنبقى حتى أشعار آخر في موقع المعارضة الإيجابية البناءة المسؤولة، ولكن هذا لا يسمح لأحد بأن يتمادى لا بخطابه السياسي ولا بتهديد فتح الملفات، لأن ما نملك من ملفات وما نملك من معلومات يطال الكثير الكثير الكثير. ولكن نحن من منطلق أن الناس في واد آخر، الناس بحاجة لإصلاحات جذرية وإجراءات توقف الانهيار الاقتصادي الاجتماعي، أردنا أن نتوجه بالتعاون مع الرفاق، بالتعاون مع الوفد اللقاء الديمقراطي، أن نقدم بعض الاقتراحات المباشرة في الموضوع الإصلاح المالي والنقدي. غير صحيح أنه الآن هي الأزمة، الأزمة متراكمة. مصرف لبنان يتحمل مسؤولية، نعم، المصارف تتحمل مسؤولية كبرى وراكمت الأرباح أكيد، السلطة السياسية تحمل نفسها المسؤولية وتتحمل مسؤولية أيضا أكيد، ولكن الحل يكون برزمة إجراءات وليس بقرارات كيدية تحت عنوان زيح لا عود محلك، تحت في إطار تثبيت مفاصل الدولة كلها في يد واحدة وفي يد محور واحد. فإذا كنا نتحدث عن الإصلاح المالي فيجب الاهتمام بالدرجة الأولى بملف الكهرباء. ملف الكهرباء هو الملف النازف، وأعتقد لن نكرر أنفسنا، سبق وقدمنا ورقات في هذا الموضوع، و50 مليار دولار عجز الخزينة بسبب هذا الملف لحالها لنفسها بحاجة إلى فتح ملف فساد وصفقات تنتهي بالمعمل وتبدأ بالبواخر. في الجمارك حدث ولا حرج، إصلاح لهذه المؤسسة يتوقف عند مصالح كبار القوم في السلطة السياسية وفي غير السلطة السياسية. تتعطل التعيينات للخفراء الجمارك والمراقبين بحجة التوازنات الطائفية والمذهبية، وحتى اليوم لم نلجأ إلى أي مؤسسة مالية أو شركة مالية تدقق في عمل هذه المؤسسة الكبيرة، ناهيك عن ما يشوب عملها بسبب السلطة السياسية أو بعض السلطة السياسية القوية إذا صح التعبير من تهرب الجمركي ومن فتح المعابر الشرعية وغير الشرعية على كل أنواع السلع. فلتنزل وزارة الاقتصاد ومراقبينها إلى سوق السلع اليوم، وإذا فتشنا بشكل جدي عن كل السلع نعرف أن نصف هذه السلع لم يسجل، هو يدخل لبنان عبر المعابر الغير الشرعية، هناك من يستفيد ويراقب الأموال ويحرم الدولة مداخيل إن كان بالاتفاق أو بالضريبة أو إلى غيرها. وهذا الموضوع مستمر منذ سنوات وآن الأوان لإقفاله قبل أن يحاضر أحد علينا بمحاربة الفساد في هذا الملف. الأملاك البحرية والنهرية من أيام وديعة عقل حتى اليوم ما زلنا في نفس المكان، واقترحنا أكثر من اقتراح وأقمنا أكثر ورشة عمل هذا الاتجاه، ولكن كبار القوم المتحكمين بهذه الأملاك هم أقوى من الدولة، فليتفضل المسؤولون اليوم هذه الحكومة التي أعطيناها فرصة أن تقوم بدورها قبل ما تتوجه بالوعيد والتهديد لمن يحملون مشروعا إصلاحيا حقيقيا.
في القطاع المصرفي في أكيد هناك ضرورة لإعادة هيكلة هذا القطاع، دمج المصارف ربما، ولكن ضمن رؤية اقتصادية واضحة. إذا كان القرار أخذ بتغيير طبيعة النظام في لبنان فليقال، فليتوضح الأمر. النظام السياسي والاقتصادي مطلوب يعني الأخذ بنموذج حضاري جدا في بعض الدول الإقليمية الكبرى التي تتحكم بالقرار الإقليمي، إن كان بإيران أو بالعراق أو بسوريا، فليقال لنا نريد نموذجا على هذا السياق. نحن نعتبر أن لبنان كان يعيش وسيبقى يعيش بحريته، بحرية تنقل رؤوس الأموال بالحد الأدنى، بحرية الاستثمارات، بانفتاحه على الشرق والغرب، بحياده. إذا كان مطلوب أن نستمر بدفع الثمن الغالي بسبب لجوئنا إلى محور المحاور، فعبثا لن نحصل على قرش واحد لا من الدول الصديقة العربية أو العربية ولا من صندوق النقد الدولي. إذن هذا الخيار الاقتصادي مرتبط بخيار السياسي بالحد الأدنى. عندما كنا نقول وما زلنا نقول أن يجب أن نعتمد الحياد الإيجابي، إسرائيل عدو، الباقي من طرف. الحياد الإيجابي نأي بالنفس بالحد الأدنى، وللأسف لم نمارسه ولا نمارسه اليوم، بل بالعكس نرتمي أكثر وأكثر في المشاريع الإقليمية على مصلحة، على حساب مصلحة الشعب اللبناني ومستقبله. في تحدثنا كثيرا عن النظام الضرائبي، وكنا أول من طرح الضريبة التصاعدية الموحدة مش المتنوعة، يعني لا المراقب بضيع وزارة المالية بتضيع. نحن بتصور من أكثر الدول التي تعاني من التهرب الضريبي، الغني لا يدفع، نتوجه مباشرة إلى الضرائب الغير مباشرة التي يدفعها أكثر الفقير أو محدودي الدخل، بينما الأغنياء أكثرهم يتهربون. فآن الأوان، آن الأوان حتى إلى وضع ضريبي على الثروة، على مظاهر الثروة، خاصة أتحدث عن حديثي النعمة بهذا الموضوع، ممن يحاضر بمحاربة الفساد وإلى آخره. المحور الثاني بعجالة أنا عم حاول هو القضاء. يعني أنتم بجو المزايدة بمشاريع القوانين وبالتصاريح وبال هذا الكلام اليمين والشمال بالإسراء الغير مشروع وحركة الفساد ورفع الحصانات وإلى آخره. نحن مساهمين، نحن مساهمين بالمجلس النيابي بهذه اللجان، وعم نعمل بجد وبكد بتوجيهات من رئيس اللقاء الديمقراطي رفيق تيمور جملاط لصياغة الحد الأدنى من قوانين تحاكي أول شيء نبض الشارع. الشارع ما نشوفه نحن، مش مثل ما بيحركوه بعض الأدوات، وتلامس تطوير أداء العدالة بلبنان. فنحن منا مستعجلين لسبب واحد: إذا لم يقر قانون استقلالية القضاء والذي نعمل عليه بكل جدية مع زملائنا مجلس الإدارة العدل، كل هذا الكلام كلام فولكلوري، لأن من ينفذ العدالة هو القضاء. ما بيتحاكموا الناس بخطاب دولة رئيس الحكومة اللي للأسف استسلم وأعطى دوره لمن وراءه كليا، مغيبا ما أعطاه الطائف بهذا الموضوع، ولكن العدالة تحقق من خلال القضاء والقضاء المستقل. إذا لم نكن واثقين أنه عندنا قضاء مستقل، هذا الملف اللي يفتح وينظف فيه أحيانا ويزيد فيه أحيانا أخرى هو فقط للتشفي والكيدية والانتقائية. وعادنا هذا الأمر نحن في 92، نتذكر شو صار، وهيتها اليوم نسخة مستنسخة عما جرى سابقا للتشفي من كل معارض سياسي، إن كان وليد جنبلاط أو غير وليد جنبلاط أو تيار المستقبل أو القوات اللبنانية أو حزب الكتائب أو أي شخصية مستقلة أخرى، حتى إذا كانت اقتصادية مش بالشأن العام. فإذا في القضاء أعود وأقول يعني السلطة القضائية المستقلة، النظام القضائي المستقل هو ضمانة بلد، ضمانة الجميع، الموالات والمعارضة والحكومة والناس، والمؤشر سلبي. ما شاهدناه في الفترة الأخيرة من تعثر التشكيلات، تشكيلات قضائية أقامت الدنيا وأقعدتها لأنه صار في ملامسة بعض الناس الكبار القوم في بعض المراكز الحساسة بالقضاء، هذا هو البيان الوزاري دولة الرئيس الحكومي.
هيدا والله هيدي وصاية بعض المحظيين بالقصر اللي عم يمارسوا دور الوصاية والتوجيه والإرشاد للقضاء. لا من هم ما نحن ما منوافق أكيد ولا نسمح أن يستخدم القضاء للتشفي من شرفاء البلد ومراضلين البلد. نسمع كلاما كثيرا عن بيع أملاك الدولة ومعالجة الاقتصادية عن طريق بعض المشاريع وبعض الإجراءات مباشرة. بنقول إيه الدولة لها أملاك تستثمر هذه الأملاك، نحن ما عندنا مانع. يستفاد منها عن طريق الأملاك البحرية، أيضا ما عندنا مانع. البيع لا، البيع مع الخصخصة التي ينادى بها في كثير من المحلات هي مشبوهة، خاصة أنه عم ينحك عن خصخصة المؤسسات الرابحة. يا شباب خصخصوا الكهرباء مش الاتصالات اللي عم تطلع مصاري، خصخصوا المرفأ ربما. وما حكفي التعداد، الانتقائية في مشاريع الخصخصة هي مشبوهة. نحن عم نقول أن يبقى دور الدولة الناظم، وهون نرجع نفوت على ملف الهيئة الناظمة اللي في معارضة شنيعة مستمرة من تيار القوي لهذا الموضوع بكل المؤسسات. نحن عم نقول إذا كان في ضرورة لإشراك القطاع الخاص من خلال قانون الشراكة يجب أن يكون تحت رعاية الهيئة الناظمة اللي بتحفظ حق الدولة اللي بتحفظ أيضا حق المواطن بالخدمة السليمة بالخدمة النوعية الجيدة. وإلا إذا بيكون بالتجهيم باتجاه الخصخصة بالشكل المتفلت على طريقة هذا النظام الرأسمالي المتوحش، لا ما بنكون احنا عم نخدم المواطن ولا عم نكون عم نخدم الدولة بهذا الموضوع. أكيد يمكن هي مناسبة نقول أنه أيضا آن الأوان أن نقف وقفة جدية تجاه دور الدولة بالرعاية الاجتماعية، لأنه في كتير كان نزعات سمعناها وعم نسمعها من بعد كبار القوم باتجاه تخفيف هذا الدور. لا، دور الدولة كراعي اجتماعي بالحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحفاظ على أمواله وتطويره، عم ينظره شو قدمه. نحن رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جبلات قدم مشروع متكامل لإصلاح هذا الصندوق، يبدأ من تشكيله وصولا إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية اللي عم ناقشه اليوم بلجنة فرعية، وإن شاء الله يبصر النور قريبا لحتى نخفف عبء هذا الناس اللي خارجين من سوق العمل بدون أي ضمانات. اثنين، بالرعاية الصحية بتصور أصبح واضح أنه يجب أن تعود الدولة إلى دور أساسي بالرعاية الصحية، ما تلزم هذا الموضوع فقط للقطاع الخاص. أثبتت بالأوقات الصعبة الأوقات الحرجة المستشفيات الحكومية خط الدفاع الأول، خط الدفاع الأول وما زالت الوقت اللي بعض القطاع الخاص اللي نحترمه أكيد ونحن بحاجة لإله، هو عنوان من عناوين الحضارة والحداثة والمستوى العلمي العالي، ولكن برجع بقول المواطن العادي، المواطن الفقير، الأوبئة، الكوارث، النزاعات إلى آخره إلى آخره، بحاجة لقطاع استشفائي عام قوي ومنظم وحافظ حق العاملين فيه، مش على الطريقة اللبنانية أكثريتهم غير محافظ على حقهم جميعا. أكيد ما حق وصل كتير، بس برجع أقول المدرسة الرسمية الحفاظ عليها، مش نعطي 600 مليون دولار للقطاع الخاص تحت غطاء مدارس خاصة مجانية. يتفضلوا أصحاب نظريات الفساد، لبن طرحنا هذا الموضوع مجلس النواب كله نقف ضد لأسباب طائفية، عم نحكي علنا ما منخاف من رأينا. نحن حزب علماني حزب مدني، بنعتبر المدرسة الرسمية هي الأساس. 600 مليون دولار بندفع نحن للمدارس الخاصة المجانية، مدارس الطوائف والمذاهب، هودي ما حيربوا جيل وطني، جيل بيؤمن بالمواطنة، والشي ذاته بينعكس على موقفنا من الجامعة اللبنانية الوطنية. حكما نحن قدمنا اقتراحات قوانين عديدة بإطار دعم الاقتصاد المنتج، وبالورقة الاقتصادية موجود أكثر من اقتراح كيف في إمكانية ننمي إنتاجنا، مش بالنظرية والحكي. هذه بدأ إجراءات قانونية تنفيذية، قانونية تبلش من حماية هذا المنتج. نحن للأسف موقعين وسابقا بكثير أماكن يعني محررين
التبادل التجاري مع عالم عربي ومع عالم دولي دون أن نحمي أي منتج لألنا زراعي أو صناعي، وهذا يتطلب إعادة النظر في كل القوانين، ونحن قدمنا جزء من هذه القوانين وسنقدم الباقي كحزب التقدم الاشتراكي، لأننا نؤمن أن الاقتصاد المنتج بلبنان، عم نحكي زراعي بالأساس، صناعات خفيفة، صناعات أدوية، صناعات إلكترونية ربما إلى آخره إلى آخره، ولكن يجب أن نحميها أول شيء بحماية المنتج، ثاني شيء بإعطاء حوافز، وثالث شيء بإعفاءات وربما تأمين. رح نكتفي إذن بهذا القدر من المؤتمر الصحفي للنائب بلال عبدالله من مقر الحزب الاشتراكي. بنرجع لك أستاذ رفيق صعب رجل أعمال، بنرجع نذكر المشاهدين كنا عم نحكي عن دور الصناعة اللبنانية بزمن كورونا وعن تجربتكم الخاصة بهالمجال. كنت عم تقلي إنه وزير الصحة زار المنشآت محل ما عم تشتغلوا، وخبرنا. نحن الزيارة صارت من وزير الصناعة، نشكره ونشكر وزير الصناعة مش وزير الصحة. الصناعة نعم. صح. أوكي. نشكر لفته الكريمة على زيارة مصنعنا والدعم اللي أعطانا إياه، والوزير تفاجأ أنه بلبنان عنا الإرادة نحن نواجه كل التحديات، بس من حارب كورونا كل الوباء اللي بيجي نحن قادرين نواجهه، نحن كصناعيين بلبنان بالمرصاد لأي وباء بيجي كان كورونا وغير كورونا لحتى نحدد من انتشاره، ونحن كصناعيين عم نتبع كل المواصفات والإرشادات العالمية وكل الغرف لكل الانتاج تبعنا حسب منظمة الصحة العالمية WHO. طيب شو بتطلبوا اليوم من الدولة؟ اليوم كل النهار كنا عم نسمع النائب بلال عبدالله عم يقدم سلسلة مقترحات، ودائما بنسمع الحكومة عم تقول بدها تنقل الاقتصاد، بدها تطلق نقل الاقتصاد من الريع إلى الانتاج. انتو صناعيين يعني عندكم أكيد مشاكل وفي خطة أطلقها وزير الصناعة، اليوم شو بتطلب؟ نحن من أيد وزير الصناعة على الخطة وعلى المشروع اللي عم بيقوم فيه، ونحن نطلب بس تسهيل اعتمادات. نحن الصناعيين نحن بوضع كتير اليوم من لا علي أنه يطلقوا يد الصناعيين. الصناعيين بلبنان هن المستقبل، هن المستقبل. نحن قادرين بكل قطاع بلبنان إذا منحدده وإذا عنا رؤية صناعية من قبل الوزير، نحن قادرين نخلق فرص عالم بالألاف للشباب. أنا بحكيك بالقطاع تبعي، نحن القطاع تبعنا الكونديشن بيستوردوا 70-80 مليون دولار بلبنان. نحن معمل، هذا المعمل فيه 80-85 عائلة، بلبنان بيستوعب 10 معامل. إذا بنعمل بس بالدومان تبعنا بنخلق 2000 فرصة عمل، وعندنا قطاعات كبيرة بس بدنا حماية وبدنا دعم لها وبدنا سياسة صناعية لننجح فيها. ومنطلب من الدولة بس الاعتمادات، مالنا خيي ما عم نطلب شيء منه، المصاري تبعنا يطلقوا لنا هني وخلينا نشتغل، لأنه نحن مؤتمنين. نحن مؤتمنين اليوم كصناعيين حملنا كبير، يعني أنا كصناعي مؤتمن على الشأن الاقتصادي بالبلد، نحن منن من البلد، ما حدا حي من لبنان غير الصناعيين. نحن مؤتمنين على بناء الوطن، على الاقتصاد بلبنان، مؤتمنين على العيال نخليها كلها معنا، مؤتمنين نخلق فرص عمل جديدة. أكيد كله بتوجيهات، منا حكومة ورانا تعطينا سياسة، ما بنا حدا، منا من مالنا نحن قادرين نشتغل وقادرين نعمل لبنان أحسن بلد يرجع بالعالم. نحن شبابنا حكموا العالم، الصناعيين طلع برات لبنان، اللبناني رافع اسم لبنان مكان، بس للأسف ببلدنا مش قادرين نشتغل لأنه سياسات متعاقبة اجت بحقنا. انت ما فيك تشتغل صناعي بتدفع 13% فايدة، هيدي السياسات الخاطئة اللي خلقتنا نوصل لهون. نحن ما بنستسلم، نحن المقاومة بلبنان، الصناعيين هن المقاومة الوطنية، هن المقاومة لبنان، هن لبنان بده ينتصر على ايدهم. وانا بقول لك كل العالم هيدا لبنان البلد الصغير، هيدي صناعته حتدهش الناس كلها وحتدهش العالم بإذن الله. نحن يعني تنختم نحن وياك الحديث اليوم، أول شيء بعد في شيء بتحب تقوله بموضوع الكورونا والأجهزة اللي عم تصنعوها؟ أنا بالكورونا بس بطلب من جميع الناس بخصوص بالتانلز للتعقيم، لأنه في شيء آخر بالمرحلة الأخيرة ما عم بيتبعوا الناس، عم بيصير يعني خلي الشق ما يصيرش كله. هذا اليوم بوضع كورونا يصير ناخذ الشق التجاري منه، لا ما ناخذ الشق الإنساني. نحن أنا بتمنى كل الكيميكال اللي بنحط تكون FDA approved، لأنه هيدا بيأذي على الناس، بيأذي على من سلامة الناس ومن صحتهم. نحن ما نخفف الوباء يعني عن الناس، مواد التعقيم يعني. نعم مواد التعقيم، مش إنه حيالله شيء، لا لا لا، لأنه في شيء للأسف عم بيحطوا شيء بيضر بصحة الناس. بدي أنا بطلب من يكون FDA approved لحتى صحة الناس. نحن عم نمنع انتشار الوباء، ما بدنا نخلق مشاكل جديدة لصحة الناس. نحن بالنهاية من الناس وللناس. نعم يعني بالآخر بموضوع الصناعة
يعني برأيك هلأ اليوم التطورات اللي عم بتصير على الساحة اللبنانية وموضوع الدولار وكل الموضوع الاقتصادي والمال اللي احنا واقعين فيه، معقول يطلع من وراء يعني التوجهات جديدة أو قناعة وطنية أنه لا القطاعات الانتاجية بدنا نعززها، يعني نطلع بقى من فكرة أنه لا لبنان بس للسياحة وللخدمات ولهذه الأمور؟ هيدي الفكرة الخطأ اللي قالوا لبنان بلد سياحي، دمروا لبنان على أساس لبنان بلد سياحي. نحن إذا ما عندنا بس يكون سياحي مع شوية صناعة أكيد كمان يعني. أكيد هي السياحة لحاله ما بتعمل لك، كيف بدك تعيش؟ بدك مقومات وطن، على شو بتبني مقومات الوطن؟ إذا ما عندك زراعة، ما عندك سياحة، ما عندك صناعة، كيف بدك تخلق فرص عمل؟ كيف ما نخلي شبابنا يربوا ببلدهم وما بدناش نهجر شبابنا منه؟ نعم، بعد في شيء بتحب تختم فيه لانه نحن وصلنا لل انا بحب اشكركم، بحب اشكر كل المعنيين من وزير الصحه لوزير الصناعه على الجهود اللي قاموا فيها لحد من انتشار الوباء، بحب اشكر كل الناس اللي ساعدوا بموضوع منع انتشار وباء كورونا، بشكر وسائل الاعلام، وان شاء الله نحن كصناعيين بلبنان شو فينا نعطي، وانا من هون من هذا منبركم الكريم نحن بنحط كل قوتنا وخبرتنا بتصرف وزير الصناعة ووزير السياحة ووزير وزير الصحة. وزير الصحة. نعم. شو فينا نساعد لمنع هذا الوباء، منع انتشاره، ونحن بالمرصاد، نحن كصناعيين بالمرصاد بمواجهة وباء كورونا على لبنان. شكرا لك أستاذ رفيق صعب رجل الأعمال اللبناني، ويعطيكم العافية على كل الجهود اللي عم تقوموا فيها. نحن رح نترك الصناعة هلا ونرجع للسياسة مع الوزير السابق غسان عطلة اللي صار معنا. معالي الوزير صباح الخير واهلا وسهلا فيك. ايه ضلني انا طفيت انترنت. انت على الهواء معالي الوزير. اوكي. معالي الوزير عم تسمعنا؟ انت على الهواء صرت. يلا على الهواء. صباح الخير عن جديد. صباح النور. تبعت المؤتمر الصحفي للنائب بلال عبد الله، ما بعرف اذا خلص بس احنا نقلنا جزء كبير منه. قدر المستطاع. لانه في اشياء اوقات بتتحمل تتابعها، في اشياء بعيش فيك بتتحمل تتابعها، بتضطر هيك تضرب زينه الطرشه. طيب شو اللي تحملته وشو اللي ما تحملته؟ يعني صراحه في كلام صاروا معودين عليه، يعني للاسف منه كلام رجال دوله لما توجه هيك بعض السخافات بحق رئيس الجمهوريه بانه هو الرجل اللي راح على الباخرة وكبس الزر بيعتبرها شغلة انه هيك بمسخرة، يعني بتقول يعني هيدي التربية اتعودوا هيك بهيدا الحزب، ما قدرين يتأقلموا ابدا ويتغيروا ويبلشوا يتعاطوا بشكل رجال دولة. وبقية الامور يعني صراحة بتطلع بتقول غريب هالتناقض، يعني انه بيقول لك انا معارضة، في ذكرني عمتين كان معارضة من 45 سنة لليوم، يقول لي المرحلة اللي كان فيها هو معارض، معارض عشو؟ شو عارض بحياته هو؟ شريك السلطة منذ 90 حتى اليوم، لك حتى بهيدي الوزارة عمل مشكل تيفوت على السلطة، وإله وزير بقلب الحكومة، وين كان معارضة؟ بخلي لك ما تكون تحترمونا أنه نحن بالمعارضة، أي معارضة يا حبيبي؟ معارضة لما كنت موجود بالحكم من 90 ل 2005 عم بتمارس كل انواع الظلم على كل الاراضي اللبنانيه بالتعاون مع السوري، وتستنزف كل قوى الدوله وتستعمل كل المال العام والمصالح الشخصيه والسمسرات بالتعاون مع السوري، كنت بالمعارضه؟ انه هيدا اللعب دائما بال 98 عملنا زيت الفيل، رحنا انه نحن اليوم بدنا نتغير وبدنا نحاور الشارع المسيحي ومدري شو، تخضنا انتخابات وربحنا، قد ايه مفكر انه معقول يضل ينطلي على العالم هيدا اللعب كل فتره بتغييرات؟ قد ايه مفكر انه في يضل العالم يصدقوا انه اليوم حقكم علينا، واليوم الامريكان ضحكوا علينا، ونحن غلطنا، والله حقك علي وقتها توفى بي ما قدرت اقول الحقيقه، اضطريت اخذ بايدي 200 300 راس كمان معترين قاعدين بتضيع، لامتين بدنا نضلنا نخبر الناس اشياء غير موجوده وغير ملموسه وما لها اي شيء بالواقع، وفكرنا انه الناس معقول تصدقنا، طب انه مستغربين ليش حجمه رجع هالقد، ما هذا الحجم الطبيعي يا حبيبي. التعاطي بهذه الطريقة مع الناس ومع الشارع ومع المواطنين ومع الشعب اللبناني نتيجته بالآخر هيدا هو ماكسيموم، بتحصر حالك بتصير على قد ناسك بس اللي بقيوا معك، وخلص بالآخر بيروح منك كل البقية لأنه الناس خلص ما بقى قدرت تصدق. يعني اليوم كيف بدها الناس تقتنع معك
انك انت خايف على مصلحه المواطن، ومعمل سبلين عم نخير ولاد الاقليم صار له 40 سنه بدخن وبيطلع مواد ملوثه وكل يوم بضر وبيضرب الناس بالسرطان وبيأذي العالم، كيف بدها الناس تقول لك انه مضبوط معك حق؟ معمل بالنسبه لك اغلى من البشر، مش مهم عندك قديش في امراض بالمنطقه، المهم هذا المعمل قديش بضر مصاري. كل هودي مفكرهم انه هيك بالسهل هيك بده يمرقوا على الناس وتطلع تعمل مؤتمر صحفي وتقول لن نسمح ولن نقبل، انه بعدين شو هالمؤتمر الصحفي يعني؟ انه توسع بكلام وليد جنبلاط امبارح، ما خلص ما قالهم وليد جنبلاط امبارح ومش الحال يعني انه شو عم بتتوسع فيهم يعني بركي حدا ما وصلوا له امبارح عم تزيد انت عليهم كم كلمه وتوصلهم يعني. انا برايي ما يعني غير موفق بلال اليوم كان. طيب خلينا شوي نحكي بالسياسه، نطلع من اطار المؤتمر الصحفي الحالي يلي صار اليوم. الحزب التقدم الاشتراكي وتيار المستقبل والقوات اللبنانيه بالعلن عم بيقولوا نحن بعدنا منا جبهه وحده، ولكن ضمنا في قناعه عند جزء كبير من الراي العام انه هن جبهه وحده. شو شايف بهذا الموضوع؟ ما فيهم ما يكونوا الا جبهه وحده يعني حتى لو الدكتور جعجع عم بيقول نحن عم نتعامل مع الحكومه على القطعه، وحتى لو انه عم يتميز بموقفه شوي يعني نتمنى من دكتور جعجع انه عن جد هالمره يشوف الامور بطريقه اوضح. يعني بيتذكر هو بالتسعين شو صار، كيف قالوا له وبعدين شو عملوا فيه، وبيتذكر بال2005 شو صار بالتحالفات وين راح وبعدين شو صار معه. يعني بنتمنى انه هالمره يكون اكثر وعيا للمرحله ولوين معقول تاخذنا، لانه بتصور انه هو منه من ضمن هالمنظومه اللي حكمت من 90 لليوم. يعني هو كمان شارك متاخر بالحكومات، ما لازم يتحمل معهم وزر السرقات اللي صارت بهذيك الفتره ولا الامور اللي انعملت بفتره اللي هو ما كان فيها موجود. يعني نتمنى انه عن جد يكون عنده رؤيه مختلفه هذه المره ويكون قادر يصوب الخطاب بطريقه ما نفوت نحن بمشاكل نحن ما قلنا فيها. يعني كان قوات لبنانيه او تيار وطني حر، الدوله نهبت ما بعد 92 بطريقه منظمه من قبل مافيات فاتت على هذه الحكومات واستعملت كل مقومات الدوله لامورها الخاصه. بوقتها هو كان بالحبس، يعني ما كان موجود معهم وما كان عم يتقاسم معهم هيدي الجبنه، ليه بده يتحمل معهم اليوم نتيجه اعمالهم؟ الناس كلها بتعرف كل الدوله كيف بنيت وعلى اي اساس بنيت، ان كان من ميدل ايست وان كان من سوليدير وان كان من سوكلين وان كان كل هيدي الامور. يعني بالعكس في اسماء اخرى مسيحيه شاركت بهيدي المرحله بنهب الدوله وبسرقه المال العام، هو ما كان موجود فيها، ليش اليوم بده يكون هو عم بدافع عنها او عم بيحميها؟ بعتقد انه يمكن يكون هو عم بشوف من هيدي النظره وعم بجرب يحيد حاله عن هيدا الموضوع. امبارح عشيه شفنا عوده لموجه قطع الطرقات بمناطق متعدده، لوين كمان هذا الموضوع ممكن يوصل تزامنا مع حمله الثلاثي اللي هو خارج الحكومه اليوم؟ استاذ جاد انا بدي اقول لك شغله، كل ما بدك تروح باصلاح حقيقي للدولة رح تشوف ناس تنزل على الطريق وتقطع طرقات، ورح تشوف إعادة إحياء لما يقال عنه ثورة، لأنه مش مطلوب يروح. بس ما في كمان يعني سؤال يعني مكرر شوي، بس كمان اللي عم ينزلوا على الطرقات ما بدهم إصلاح؟ ما في قسم منهم بده إصلاح. طب لما أنت اليوم تشوف هيدي الحركة بالوقت اللي الحكومة عم بتقدم قوانين نهار الثلاثة عندها جلسة مهمة جدا لقوانين محاربة الفساد، شو بتقول؟ طب ما فينا نعطي فرصة للثلاثة تنشوف الحكومة شو بدها تقدم؟ لما تشوف رئيس الحكومة بيطلع لأول مرة بيوجه اتهامات صريحة وبيسأل عن المال بالدولة وأين المال والأرقام الحقيقية وكل هيدي الأمور، ما بتقول شوي غريبة؟ يعني ليش بهيدا الظرف بدنا نطلع نحن نعمل هجوم على الحكومة بالوقت اللي بلشت الحكومة تحط إصبعها على الجرح مظبوط وتقول وين المال العام وكيف راح المال العام وبدنا نجيب شركات تدقيق للمال العام؟ انا اليوم بعتقد بشكل واضح صارت الامور انه اكثريه الناس الموجوده على الارض واللي بعدها عم تشتغل هي ناس مسيره من خلال احزاب معينه متضرره من الحلول اللي بدها تفرضها الحكومه
والقوانين اللي بدها تنطرح على مجلس النواب لمحاكمة الفاسدين. يعني عم نجرب نغطي أعمالنا اللي ارتكبناها، لأنه برأيهم أنه بعضهم هني أقوى من الدولة. يعني في كثير ناس ما عندهم فكرة الدولة ولا مقتنعين بأنه بيوم الأيام رح نوصل لبناء دولة، عيشوا بالمزرعة فترة طويلة وتعايشوا معها. يعني فكرة الدولة دغري بتعمل لهم مشكلة أساسية، فعم بجربوا قد ما فيهم يجيشوا يمنعوا إتمام هذه العملية، الوصول إلى حقيقة ما حصل من 90 لليوم. خلينا هلا نسأل السؤال من وجهة النظر الثانية، يعني في يعني تهمة ماشية من جانب تحديدا الحزب التقدم الاشتراكي، امبارح سمعنا نائب وائل ابو فعور عم يحكي انه عم تكرروا التيار الوطني الحر والوزير باسيل وحتى رئيس الجمهورية عم بكرروا تجربة الرئيس امين لحوت 98 2000، يعني استنسابية بفتح الملفات، استنسابية بالاتهامات، تسييس لكل الامور بهدف السيطرة على البلد، وبشركم انه لا مصيركم رح يكون مثل مصير اللي صار مثل مصير سنة 2000، يعني يلي انهت مرحلة 98 2000. شوف، لا شك انه منه مستغرب المقاومة اللي عم بيعملوها، ولا شك انه رح يقاوموا يمكن مثل ما بيقولوا مقاومة حتى الموت، لانه بالنهاية انت عم تيجي اليوم تفضح مرحلة كاملة من السرقات والتعدي وكل هذه الامور قدام الرأي العام، انه ما رح يترك لك اياها هو بكل سهولة يقول لك مزبوط تعال فوت على حساباتي وتأكد هودي من وين. بسيطة الامور كثير، لك رح نحاكي الناس اللي قاعدين ببيوتهم اليوم اللي ما بدهم يفوتوا بالتفاصيل اللي كثير كبيره، قوانين ومشروع قوانين وهل القانون مقدم من الحكومه رح نحكيهم بهالقد ببساطه. طيب انا عندي الجرأه يا استاذ وائل تيجي انت وايا كان اليوم يفوت على حساباتي كلياتهم بلبنان وخارج لبنان، ومستعد انا اليوم روح جيب كشف حساب من البنك احط لك اياه على الاعلام كلياته، شو معي مصاري بالدولار وباللبناني وباليورو، واعطيك انا حريه انك تروح تفتش على كل عقاراتي. مين منكم انتم كلكم بيسترجي يفتح هيدا الشيء؟ هيك رح احكي الناس بهالبساطه. فين يسالوا لي استاذ وائل واستاذ غازي واستاذ كل الموجودين قطعوا وزراء ونواب بالحزب الاشتراكي، حدا منهم عنده الجرأه يطلع على الاعلام ويقول انا حساباتي البنكيه والعقاريه مكشوفه قدام الراي العام، مين ما بده فيه يروح يطلع عليها؟ تنكسر هيدا الشيء ونقول يا خي حقكم علينا، نحن مغلطين معكم، ولا بدنا قوانين ولا بدنا شيء. الناس هالقد بدها، تعرف الناس شو بدها؟ بدها هالقد بساطه وصراحه معها. حبيبي لما مواطن عادي يشوف مسؤول قاعد على تله جبل معمر قصر على التله وكل يوم بشوف من عنده الاناره بس بتكفي اناره ضيعها بالكامل، ما بده يسال حاله من وين، وهو بيعرف كثير منيح بيو كيف كان، انه اليوم هالقد هن فاكرين انه الناس عقله بسيط، ما بيعرفوا مين فات على الدوله وطلع نظيف ومين فات على الدوله وطلع من بعدها رجل اخر مختلف تماما. انه بدنا نحكي تنحكي، وبدنا نخبر اخبار تنخبر اخبار، وعم نجرب نعمل كل السبل تنقول هيدي بتشبه هيدي وهيدي بتشبه هيدي، ما في شيء بيشبه شيء. اول شيء اللي اليوم موجود ببعبده ما بيشبه حدا، يعني هن ما قادرين يعرفوه انه في اليوم ببعبده جبل ما بيشبه حدا وما مرق مثله، وهذا الجبل ما رح يترككم تأخروا بناء الدولة. حاول معكم عدة مرات للتعاون والمشاركة ببناء الدولة تما يكون من الأساس عم بيرفضكم، ليقول إنه معليه تعالوا نقول نحن وياكم سوا كيف بدنا نبني دولة. اكتشف بعد فترة إنه مستحيل بناء الدولة مع أشخاص مثلكم، منكن عندكم أبدا رغبة نهائيا ببناء أي دولة. انتوا بدكم تضلكم هيك وبدكم تعيشوا هيك، كل انسان رح يحكيكم ببناء الدوله بدكم تهجموا عليه على السريع، تهجموا بشو؟ يعني اليوم انا استحيت واحد منهم يطلع يعمل هجوم منطقي، يطلع يحكي بموضوع عن جد هيك بحسس الناس انه فعلا في شيء مختلف، كل الحكي هو بالنكد وبكلام صراحه يعني لا يرقى له رجل دوله، بتجي بتطلع بتقول لهم يا جماعه في ملفات وزارة المهجرين حطينا لكم اياها على الطاولة، كل ملف افسد من الثاني، يعني ما بيعملها اخر جزيرة بالعالم اللي ما فات عليها القانون بحياته، ما بيتصرف بالطريقة اللي تصرفوا فيها، ما بيردوا، ما بيجاوبوا، ما بيعتبروا ان الموضوع بيعنيهم، حكموا وزارة، يعني هيدي الوزارة أكثر وزارة تظهر فساد الحزب الاشتراكي، لأنه هيدي ما مرق عليها إلا هني،
يعني 90% من فترة ممارسة الحكم بوزارة المهجرين كان حزب اشتراكي، يعني ما فيهم يكبوا اللوم على أحد، وال10% هي كانت الفترة الوحيدة اللي يكون فيها شوية إدارة جيدة. بكل صراحة أنا فتت وشفت، ما في إلا بالفترة اللي ما كانوا فيها هن وزراء كان يكون في شوية مراعاة للقانون، بفترة اللي هن فيها وزراء ولا أسوأ من هيك، مخالفة قوانين، سرقة، مد إيد على المال العام، تزوير أوراق، التعامل مع المهجر بكتير رقي وإذلال المهجر. يعني للأسف هيدي هي المدرسة اللي تعودوا عليها، وما بدهم حدا يحكي معهم، كل ما تحكيهم كلمتين بيرجعوا يفتحوا مواضيع لا تمس إلى الواقع بصلة. بس امبارح قال وليد جملاط أنه مستعد للمحاكمة بمقابلته على العربية، سؤال وجاوب هيك. استاذ جاد انت صحافي وبتعرف، والفيديوهات موثقه، بالتسعين ما قال قتلنا وعلمونا القتل وانا اليوم قابل للمحاسبه؟ انه شو بعمل طيب؟ انه كل كذا سنه بده يطلع يقول انا بدي اتحاسب بس ما حدا في يحاسبني، انا بدي اتحاسب بس اذا فكرتوا بالموضوع بعمل لكم حرب من اول وجديد. اي محاسبه؟ اللي بده يتحاسب كان وضع حاله اساسا خارج الحكم بعد التسعين، بالارتكابات اللي ارتكبوها قبل التسعين ما في شيء بيسمح لهم يكونوا وزراء او نواب بعد التسعين، هن كانوا وعيشوا حياتهم طبيعيه ورجعوا كملوا بالممارسات اللي كانوا عم يمارسوها، يعني شخص مارس ما مارسه قبل التسعين بيرجع بيستلم وزاره بيمارس فيها بهذه الطريقه واليوم بيقول لك بدي اتحاسب؟ طب ما لا قبل التسعين ماشي الحال، ولا بعد التسعين ماشي الحال، ولا بعد 2005 ماشي الحال، ولا بفتره من الفترات كان ماشي الحال، امتين بده يمشي الحال؟ هو لانه عارف انه المحاسبه شغله شبه صعبه بلبنان، طب يا اخي بدك تتحاسب وشي معنى بالقوانين؟ ليش عم بتخانق الحكومة اليوم لأنه عم تعمل قوانين محاسبة؟ ليه عم تهاجم رئيس الحكومة؟ ليه عم تحمي المصرف وحاكم المصرف اللي كل لبنان اليوم بيقول إنه في مشكلة هون؟ ليه عم تعمل معركة معه؟ بس هو عم بيقول إنه مش هذه هي أهداف المعركة، يعني هذا اتهمكم السياسي اللي قاله، هو عم بيقول لن نقبل بإلغائنا ولن نقبل إنه العماد عون يكمل حرب الإلغاء اللي بلشها بآخر الثمانينات، هذا المنطق اللي عم يحكوا فيه هن. يعني حاسين إنه المستهدفين وبكون تلغون. شوف شوف سيدي جاد بدي أقول لك شغلة. العماد عون أكثر رجل بالعالم بيعلم الناس مد اليد، وبيعلم الناس الانفتاح، وبيعلم الناس اللقاء مع الآخر. سنة 88 يعني ما في خبرك قديش شغلوا عالم تيعبوا رمل تيعملوا متريس، سنين وسنين وهن يعبوا متريس. إجا الجنرال عون شال المتريس وبعثنا على المناطق تنادي اهلنا بديني منطقه ونقول تعالوا نتعاون سوا وتعالوا نبني دوله سوا. بال 2005 قال عنه تسونامي وحرض كل القوى اللبنانيه لما حدا يتحالف معه تيعمل معركه الغاء ضد ميشيل عون. هو عم يحكي عن الالغاء، ما هو رب الالغاء، عمل حلف رباعي مدري خماسي مدري مش مفهوم شو هو بس تيلغي قدره ميشيل عون وما يخليه يقدر يخوض انتخابات، وخاض انتخابات الجنرال عون. ورجع من بعدها مد ايده لحزب الله وبعدها لليوم الايد متماسكه، ليه؟ لانه بشرف بنمد ايدنا مع العالم. ورجعنا من بعدها طلعنا عملنا اللقاء معه وعملنا لجنه مشتركه نحن وياه، ما في شيء بضاين معه، انا كنت مسؤول عن العلاقه. كان بدي اسالك عن الموضوع انه بالعهد الحالي مستحيل. نعم بدي اسالك كان عن دورك تحديدا. اوكي اوكي تفضل. وعملنا علاقات مع تيار المستقبل، وبنتذكر كثير منيح اللي عمله جنرال عون مع سعد الحريري، ورحنا عند القوات اللبنانيه، نحن بدنا علاقه مميزه مع كل القوى بلبنان لانه فكرنا بناء دوله، بس مش نحن اللي عملنا قبر شمون تنمنع الناس تيجي لعنا، مش نحن اللي كل يومين ثلاثه بنذكر بانه انتصرنا بالحرب، مش نحن اللي دائما بنحرض الناس على بعضها، مش نحن اللي دايما عاملين جبهات ضد اي رئيس قوي. ما هو عم بيذكر اليوم انه على ايام الرئيس لحود، ليه؟ لانه الرئيس لحود جرب يكون رئيس قوي. اول شغله عملوها هجموا عليه، هن عندهم متعه الالغاء، الغاء الاخر، هن عندهم متعه الانعزال، هن عندهم متعه التقوقع، هن عندهم متعه اقفال المناطق على بعضها. نحن مع الانفتاح، مع التلافي، مع مد اليد بشرف للاخر والاستمرار بهذه العلاقه لاطول فتره ممكنه. نحن ولا مره خلنا صديق، ولا مره هاجمنا احد، نحن دائما كنا نكون عم نعمل رده فعل على الاخرين بعد ما نتهاجم منهم. اليوم عم نعمل رده فعل على ناس عم بيرفضوا بناء الدوله، على ناس بدهم يخربوا البلد، على ناس بعد مره جديده بده ياخذوا شبابنا على القتل. ما تعلمنا من 15 سنه حرب؟ لوين بعدك عم تعمل اناشيد
اناشيد واغاني ثوريه، كرمال مين؟ كرمال شو؟ كرمال شو كل يوم تضيع بالشوف مهيج بالاغاني؟ ليش عم بتهيج الشباب على بعضهم؟ شو بدك فيهم لاولاد الناس؟ بعد مره ثانيه بدك خطب للثوره؟ بدك موت ودم من اول وجديد؟ ما خلصنا بقى؟ ما فينا نبني دوله لفتره طويله نعطيها لاولادنا دوله قانون ومؤسسات؟ يا خي بده يتحاسب يطلع الحساب سهل كثير، بيرفع ايديه وبيقول هودي ممتلكاتي وهودي حساباتي يا ناس تعوا حاسبوني اذا انا مدد ايدي على المال العام. ما بدها قانون، ما بدها محاكم، ما بدها شيء، الانسان فيه يتصارح مع حاله، في اول شيء يكون صادق مع الناس اللي هو مثلهم، بس ما في يكون عنده كل هودي ويحارب كل القوانين ويقول ما حدا له علي شيء. خيي ما في مشكله، في مشكله انه بفتره من الفترات اعتقدوا انه ما رح يصير في دوله بيوم من الايام. مدوا ايدهم على المال العام وعبوا جيبهم واعتقدوا انه من المستحيل قيام الدوله بيوم من الايام، عم يتفاجئوا اليوم بانه رح يصير في دوله، يعني في امور بدها تبين. هيدي المشكله الكبيره، ما عم يقدروا، وين بده يودوهم للمصاري؟ 17 تشرين البلد عم بينهار وهن عم بيهربوا مصرياتهم، 17 تشرين البلد عم بينهار وفي مشاكل وهن عم بيغذوا الحركات بالشارع بالمال اللي هن اخذين اكثر منه بكثير. كل هيدي الامور هيك فكركم انه هيك بتقطع بهالسهوله؟ الناس منا شايفتها منا عارفتها؟ لا الناس شايفه والناس عارفه والناس شافت شو عملتوا والناس بتتذكركم منيح كيف تصرفتوا والناس شافت هلا باخر احداث كيف عم تعملوا وكيف عم تشتغلوا. مش هيك بيكون بناء الدوله. بناء الدوله بيكون انه نقتنع انه فعلا كلنا تحت سقف القانون، انه نجي كلياتنا نوضع حالنا قدام القاضي ونقول له نحن تحت السكنر فوتنا وشوف كل شيء معنا، نحن اشتغلنا شأن عام 10 سنين 30 سنه سنتين، كل واحد منا قد ما اشتغل يفتحوا له ملفه من يوم ما فات على الشأن العام ليوم ما ظهر، شو كان معك وشو صار معك؟ بهالسهوله وبهالبساطه ببين كل الامور، معركه واضحه وصريحه، كل المعركه لا ما يكون في قانون يبين بوضوح وين راحوا الاموال المنهوبه، مين سرق البلد؟ مين هرب مصرياته برات البلد؟ كيف كل هيدي الامور صارت من 90 لليوم؟ هيدي المعركه الحقيقيه اليوم، المعركه بين الفساد وبين الحق، المعركه بين الحق وبين الباطل، المعركه بين ناس ما مدت ايدها على المال العام عم تتهم مع غيرها، عم بتقول لا بدنا نروح كلياتنا تحت المراقبه، تحت الحكم، تحت القاضي تنطلع ابرياء. نحن اليوم بدنا حكم عادل يفرز بين السارق والادمي، هيدا المطلوب. مظبوط اليوم انه الوزير باسيل هو عم بيدير الحكومه وانه رئيس الحكومه ما بيعمل شيء الا ما يساله. شوف يعني بدي اقول لك شغله، تعودوا هيك يعني بال90 ل2005 عاشوا ابشع انواع العماله، يعني مش انه كانوا عملاء مع السوريين على مستوى رئيس حكومه سوريا او رئيس مجلس نواب سوريا او رئيس سوريا، كانوا عملاء على مستوى ضابط بنجمي يعني. فهيدي العاده اللي معودين عليها مفكرين كل الناس هيك، هن كانوا بالحكومات الماضيه بفتره من فترات يتعاطوا هيك بهيدي الطريقه مع الوزراء ومع رئيس مجلس الوزراء ومع رئيس الجمهوريه اوقات. فمفكرين انه الامور بتمشي هيك، لا لا، نحن نحترم جدا رئيس الحكومه ونحترم جدا قراراته اللي عم ياخذها. تشويه صوره رئيس الحكومه هو موضوع ممنهج ل يعني تهيج الشارع عليه وخاصة الشارع السني. فاليوم أنا ما بعتقد إنه هيدي العملية رح تنجح، بعتقد الناس عم بتشوف رئيس حكومة عم يشتغل. يا أستاذ جاد أنا كنت بالحكومة، في رئيس حكومة عم يقعد الساعة 7 يا عمي هيدا مجهود؟ هيدا رجل نشيط؟ هذا رجل بيعمل كل يوم 5-6 اجتماعات؟ بتعرف نحن لو بزمن أول كانت الكورونا أكلت لبنان. نحن كنا نعمل اجتماع ساعتين ونزهق وما حدش له جديد يصير. رئيس الحكومه ما كان يعمل اكثر من اجتماع بالجمعه واوقات كل جمعتين ثلاثه مره. اليوم نحن بعهد رئيس حكومه نشيط، رئيس حكومه عم يعمل شغل، حكومه عم تنتج، حكومه عم بتشوف شو الاشياء الاولويات عم بتروح تشتغل بس عليها. بزيت الوقت عم تصطدم بعقبات ما عم تقدر تتجاوزها. يعني شفنا شو صار بالتشكيلات القضائيه، شفنا شو صار بمشروع قانون الكابيتال كنترول، وشفنا بتعيينات نواب حاكم مصر في لبنان، هاو ثلاث امثله يمكن في غيرهم كثير. معك حق 100%. لانه بالنهايه في امور متوارثه على فترات طويله، ما فيها الحكومه بشهرين، هيدي الحكومه ما عمرها اليوم سنتين او ثلاث سنين، يعني اليوم بيطلع بيقول بلال اعطيناها فرصه، ول 30 سنه اخذت فرصه، شو عملت بالدوله اللبنانيه؟
حكومه طلع 70 يوم عم تربحها جميله انك اعطيها فرصه، 30 سنه الشعب اللبناني اعطاتهم فرصه بركي تتغيروا بايدكم مثل ما انتم اسوا، كل ما غض النظر عنكم تمشوا زياده بتمدوا ايدكم على المال العام اكثر. إنك عين تقول اعطيناها فرصه حكومه صار لها 70 يوم يا استاذ جاد، اكيد في عرافيل بدها توقف بوجهها، واكيد في ناس بدها تقتلها، واكيد التعيينات بدها تكون مشكله، واكيد اليوم اذا بيرادوا وليد جنبلاط بتعيين رئيس الاركان بيمشي الحال وبيعيش في مشكل وعفى الله عما مضى، واكيد اليوم اذا حزب الله برد عليها التليفون بريحنا من هالازمه اللي هو عايشها. يا خيي طب انه شو بعمل لك؟ كانوا كل العالم بالقبل يجربوا يرادوك، ما بقى حدا مقتنع انك انت خي اذا حكيت معه بكره بتضلك على ارائك، دائما بتغير، دائما ضحكوا علي الامريكان، دائما نحن حلقه ضعيفه، دائما ساعه تخلي، ما حدا بقى قادر يكفي معك بهذا الاسلوب، ما مشيت مع حدا وكفيت للاخر، لك حلفائك اليوم عم تجرب تعمل حلف معهم مش قادرين يصدقوا انه اذا فاتوا معك رح تكفي او لا، امتين رح تتركهم. اليوم ما يعني معلش نعطي فرصه للحكومه ونزلل قدام العقبات ما نزيدها، مش اذا في امر معين تعرقل نروح نحن نبلش قواص عليها تنزيد العرقل عليها. الحكومه استلمت كره نار وملفات فيها مشاكل كثير شائكه، مطلوب اليوم نحن نساعدها قد ما فينا، مطلوب اليوم نحن انه نوقف حدها، مطلوب اليوم نحن انه نتعاون مع الحكومه لانقاذ البلد، بلد فيه وباء صحي، بلد فيه انهيار اقتصادي، بلد فيه ورثه غريبه عجيبه، بلد طائفي للاسف، للاسف بعد الطوائف تتحكم فيه، يعني كل ما طلع اي انسان حكي باي موضوع بيطلع الطائفه تبعوله بتشوف كيف بدها تغير. يعني التقيت مع استاذ بلال لانه كان عم بيقول انه هن حزب علماني ومش انطلق، كان عم يحكي عن المدارس الرسميه، قال نحن حزب علماني ونحن بنقيم بدور المدرسه الرسميه. مزبوط. في نقاط التقاء يعني مش كله تنافر. شوف يا ريت هيدا الحزب العلماني ابقى على بعض المسيحيين الاشتراكيين بشوف سنه 83 كان كسر لنا عيننا واكد لنا قديش هو علماني. يعني هالحزب العلماني اللي ما قدر يتحمل مسيحي اشتراكي يبقى معه بالجبل. خلص بقى يا استاذ زياد نحكي بامور واقعيه، يعني هو بيعتقد انه اذا طلع حكي على التلفزيون خلص الناس رح تقتنع وتصدق، يا عمي هيدا تاريخ، هيدا تاريخ، تاريخ ما فيك تشيله، ما فيك تغيره، ما فيك بمقابله تلفزيونيه او بمؤتمر صحفي تفرجي الناس صوره جديده عنك، صورتك بتبنيها على مر العصور، بعد الناس بلبنان بتعرف شو بتقول جاد ابن مين؟ بتعرف شو يعني ابن مين؟ يعني بيرجعوا لبيك وجدك ليعرفوا قديش انت اذا ادمي او لا. وفكروا هيك بمؤتمر صحفي ربع ساعة كل الناس رح تصدق كل اللي قاله ويمشي الحال وخلص، هلا والله الناس اقتنعت وقفت له. بس المشكلة رح اقول لك وين في مشكلة بالموضوع، هلا اللي عم تقول انه ما حدا رح يصدقه، بس كمان في وجهة نظر ثانية بتقول انتم ما بقى حدا رح يصدقكم، ليه؟ لأنه هلا اليوم في مشكل مع وليد جنبلاط، رجعنا ل 83 ولا 76 ولكل لكل هالأمور هيدي. بكره بس يرجع يصير في قداس دار قمر ثاني او لقاء ثاني ببيت الدين او 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 ترجعوا بتصيروا تحكوا عن المصالحه وعن انه التعايش بالجبل وكل هيدي الامور. برافو، فسرنا اياها هيدي. انا بشكرك على هيدا السؤال واللي فعلا ممتاز. شوف انا عملت وزير مهجرين. بتعرف لو انا بلشت من الاول قول كل شيء طبيعي للناس كانت الناس بدها تقول جاي ينبش قبور وجاي يفتح ملفات الماضي واي مهجرين بده يرجع. انا رحت بكل ايجابيه، اعتبرت انه مشكلي الاساسي هو هون مع الاشتراكي ومع وليد بيك، لانه هون معركه المهجرين الاساسيه، يعني خلقت وزاره المهجرين من وراء اللي ارتكبته ايديهم. رحت لهونيك بكل نيه حسنه وبكل نيه صافيه. وبيتذكر كثير منيح اللقاء الاول والثاني والثالث، واستاذ وائل بيتذكر كثير منيح، من اوروبا يحكيني كل يوم تنسق سوا تفاصيل صغيره. انا كان عندي نيه حسنه تربيت عليها، وهيدي النيه تعلمتها من الرئيس والعماد ميشيل عون، انه ولا مره الا ما تكون ايدك ممدوده وتترك الباب مشقوق وتنتظر الاخر تتلاقيه. رحت وقلت له تعال نعمل صدمه ايجابيه ببدايه اول مره هيدي الوزاره بيستلمها التيار الوطني الحر، نعمل قداس تلاقي في غفران في اعترافات ونروح نبني صوره جديده لهيدا المجتمع اللي بعد عنده شويه ذاكره قليله، واتفقنا على كل التفاصيل ورحنا. بيكون هيدا خطأي،
تكون انا اخطات لما مديت ايدي وجربت اعطي انطباع جديد، بس مش انا اللي ثاني يوم الصبح قمت هيجت رشيد جنبلاط يطلع يعمل في ساعه ونص يسب المسيحيه. مش انا اللي من بعدها كل يوم يومين ثلاثه بيعمل مشكل مع التيار الوطني الحر. مش انا من بعد ما قدرت اغير طبيعتي بالتعاطي مع المسيحيين بالجبل. مش انا اللي من بعدها هاجمت القداس واعتبرته كسره لإلي. مش انا اللي من بعدها صرت اسال على التفاصيل اللي صاروا بالقداس، لو ما هيدي ولو هيدي وليش انعمل هيدي وليش انقال هيك. انا رحت بكل محبه افتح صفحه جديده، صفحه ما الي فيها، انتبه. انا ما كنت لما قتلوا بعضهم، انا ماني مشارك معهم بهيدي المعركه اللي قسموا فيها لبنان، هو اخذ شقفي وغيره اخذ شقفي، انا ما كنت موجود فيها، بس انا سعيا مني لاني رجل بحب ابني دولي احسن من اللي استلمتها من اللي قبلي، رحت اعطي صوره جديده، بكون حق علي. انا من بعدها يا استاذ جاد عملت حاجز على الرينج وقوصت على وليد جنبلاط وهو نازع كليمونسو، عم تتهمني اني مديت ايدي لا خيي بالمكان الاخر اللي اخطأ معي بالسابق تعمل انا وياه مبادره جديده لنريح الناس، بتقول لي انت بوقتها ليش عملت هيك وهلا ليش عم تعمل هيك؟ انا جربت وحاولت وعملت اشياء يمكن اللي قبلي قالوا لي فعلج ما تعالج، وقالوا لي اللي جرب المجرب بيكون عقله مخرب. انا قلت لا لازم نجرب، لازم نمد ايدنا، هيدي المدرسه اللي نحن تربينا فيها هيك علمتنا. بس للاسف هيدا الاخر ما بده يتغير، هيدا الاخر ما تعود الا على الانغلاق، هيدا الاخر ما قدر يتحمل انه في شخص فايت على منطقه، ما قدر يستوعب. هيدا الاخر اليوم ما عم بيقدر يتقبل بناء دوله، هيدا الاخر امبارح بيوصف الجيش اللبناني بميليشيا. بيقول انه التيار الوطني الحر كان عنده ميليشيا، شو يعني؟ نحن ولا مره كان عندنا ميليشيا، نحن كنا دائما انصار الجيش اللبناني. بس هيدي الرفضيه لفكره الدوله والمؤسسات. هيدي فكره العداء للجيش الدائم. وانا اليوم من عندك من هون بدي اقول وبكل صراحه قائد الجيش، وزيرة الدفاع، وزير الداخلية، نحن نناشدكم الأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني لازم يكون في عندها حضور مكثف بالجبل. اليوم الناس كلها موجودة بالضيع، مطلوب يكون في حضور أكثر بمنطقة الجبل. الناس بدها ترتاح، نحن ما عم بنقول إنه رح يصير شيء، بس عم بنقول إنه حضور الدولة بهيدي المنطقة بيعطي راحة وأمان للناس. خلي يكون عندنا سكنات أكثر، بدل ما تفل سكنات الجيش نزيد سكنات الجيش. وأنا اليوم بقول لك تقريبا الحضور بمنطقة الشوف شبه معدوم، كل السكنات اللي كانت موجودة من سنتين ما في ولا وحدة منها اليوم، لا بالمعاصر ولا بعين حالتها ولا بالضيع الحرب ولا بالودية ولا بأي مكان. الجيش كله انسحب من هذه المنطقة، والناس اليوم كلها بتطالبني يوم بيوم بحضور الجيش وقوى الأمن والمخابرات والمعلومات بمنطقة الجبل. الناس بترتاح بس تشوف دولة، الناس بتحب الدولة، والناس اليوم طلعت على الضياع مطلوب أنه نعطيها أمان أكثر. طيب الناس بتحب الدولة هلأ بشيء ثاني، بس الدولة تارك الناس لمصيرهم مع موضوع الدولار. هلا انت يعني الاحزاب والقوى السياسيه مشغوله بالسجلات والردود والمؤتمرات الصحفيه، بس بذات الوقت الدولار 4000 وطالع طلوع، ومش عارفين يعني هلا في ثقه نوعا ما بالحكومه وبرئيس الحكومه اللي على جدول اعمالها بكره بنود اساسيه ومهمه، ولكن في خوف بذات الوقت انه لا ما نقدر نعمل شيء، لانه التجارب بتعلم انه الفريق يلي عم تواجهه هذه الحكومه قوي كثير ويمكن بيتراجع شوي بينكفئ، ولكن بيرجع بيتقدم وبيهجم. الفريق مش عم بحكي عن حزب محدد، الفريق بشكل عام يعني. شوف استاذ زياد، الناس والشعب اللبناني بده يعرف شغله. اليوم هو قدام خيارين، اما انه يصمد ويكفي ويكشف كل الاوراق المستوره وكل الناس اللي لعبوا بالدوله اللبنانيه من سنه ال 75 لليوم للراي العام بانه هن اللي عملوا الحرب وهن اللي بيستلم نهبوا الدوله، والا هؤلاء الناس رح يضلوا حاكمين ويحكموا اولادهم عليكم. هالقد الامور واضحه وصريحه. هؤلاء الناس فيهم يورثوا اولادهم
ويحكمون عليكم يا شعب اللبناني من أول وجديد 100 سنة كمان، وفيكم هالمرة توقفوا وتقولوا لا. شو اللي عمل الدولار 4000؟ خروج حزبين من الحكومة، تغريب أموال سياسيين والمصارف. تعرف هيدي لو بدولة من دول العالم اللي تحترم نفسها هيك، يعني عندها قانون صارم، يحكموا بالخيانة العظمى لأنه عم بضروا بلدهم، لأنه سببوا بانهيار عملة بلدهم. ليش اليوم ما عندنا ورقة واضحة مين اللي حول أمواله بعد 17 تشرين؟ وين الصعوبة بأنه نطلع للناس ونقول الستة مليار اللي تحولوا هن لفلان وفلان وفلان؟ ليه خايفين نعلن هذا الشيء للرأي العام؟ يا خيي إذا نحن في من بيناتنا حدا بتكتل لبنان القوي مشارك في هذا الموضوع، نحن أول ناس بدنا نسلمه. في يطلع حدا يقلنا ليه الأرقام بعدها مخباية؟ هودي ثلاث وراء الأكاتر اللي ما بيعملهم دكانجي بآخر ضيعة بلبنان. هودي وراء بيقولوا مالية لبنان وين رايحة وقديش معنا مصاري؟ عم نحامي عنه، عم ندافع عنه. ليه؟ لأنه شريكنا بكل التركيبة من سنة 90 لليوم، لأنه نحن وياه عملنا السياسات المالية والهندسات المالية اللي وصلت البلد لهون، لأنه تقاصمنا. بس اليوم مش عم تروحوا لمحل، مش عم تروحوا لمحل، عم بيكون في حتى لو من دون إعلان كبش محرقة إنه حاكم مصرف لبنان عم نحمله كل شيء وعم نتعامل مع كل القوى السياسية. هلأ منصعد ضده شوي، منطر شوي، بس كل القوى السياسية والمجالس النيابية وأركان الحكومات عم نتعامل معهم، يعني يوم هيك يوم هيك، بس عم نلاقيك مش محرقة. لا كيف لا؟ نحن عم نقول له للحاكم تفضل اعطي ما لديك. نحن ما عم نقول له الحق عليك أو نحن جايين نحاكمك، نحن عم نقول له تفضل عروض قدام الحكومة كل شيء عندك إيه. عم نسألك أسئلة واضحة، كيف صارت هيدي الأمور؟ ما عندك جواب. مين حول الأموال من هيدي السنة لهيدي السنة؟ ما بدك تجاوب. مين ظهر أمواله برات لبنان؟ ما بدك تجاوب. مين؟ نحن ما عم ناخد كبش محرقة، نحن عم نطالبه بإعلان الحقائق قدام الرأي العام، إنه يقول ليش عم بصير هيك؟ ليه طلع الدولار من 1005 ل 4000؟ مين اللي هرب مصرياته؟ مين اللي عم يشتغل بمصريات الناس؟ وين راحوا ودائع الناس؟ هذا الملف إذا فتح سيكتشف الرأي العام كل إنسان على حقيقته. مش بس هيدا الملف اللي عندك اياه بلبنان، استاذ جاد، ميدل ايست منه احسن بكثير، صندوق المهجرين منه احسن بكثير، الماء والاعمار منه احسن بكثير، سوفلين ما كانت احسن، سوليدير، كلياتها ملفات موجوده. نحن عم نقول تعوا تنبلش من مطرح، عم نقول له عندك المصيبه الكبيره، تعا حط الارقام بين ايدينا تنعرف شو عم بصير. ما بده يتعاون. هلا الطرف الثاني عم بيقول الطرف الثاني عم بيقول انه انتم عم تواجهوا الاتهامات بهذه الطريقه لكل شيء الا القطاع اللي كنتم مسؤولين عنه على مدى سنوات يلي هو الكهرباء. خلينا ناخذ فاصل صغير، خليك معنا، بدنا نرجع نسالك عن الكهرباء. اصلا النائب بلال عبد الله حكي عن الموضوع امبارح، حوالي جملات حكي عن الموضوع، وكل يوم عم بيكرره دقائق وبنرجع لحوار اليوم. مشاهدينا خليكم معنا لنتابع حوارنا مع الوزير السابق حسن عطا الله. مشاهدي الاو تي في، اهلا وسهلا فيكم من جديد بحلقه حوار اليوم. قبل ما نرجع للوزير السابق غسان عطله لنتابع حوارنا معه، بعض المشاهد من قصر بعبده حيث التقى رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون بدايه رئيس الحكومه حسان دياب، ومن ثم تراس اجتماع، هذا الاجتماع لرؤساء الهيئات الرقابيه. بس قبل خلينا نتوقف مع ابرز ما ورد من مواقف لرئيس الجمهوريه في هذا الاجتماع. الرئيس عون بيقول بمستهل الاجتماع الوزاري الاداري لمكافحه الفساد بحضور الرئيس حسان دياب وايضا الوزير السابق سليم الجيصاتي وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الرقابيه، وقد خصص للبحث في الاوضاع الاداريه والوظيفيه والماليه في الادارات العامه والمؤسسات العامه وسبل مكافحه الفساد. ويعني هذا الاجتماع اذا حضروا رئيس ديوان المحاسبه، رئيس مجلس الخدمه المدنيه، رئيس اداره التفتيش المركزي، رئيسه الهيئه العليا للتاديب. يقول الرئيس عون ما يلي:
التصدي لآفة الفساد ومكافحتها أمران حتميان في الدول التي يسود فيها القانون ومنطق المحاسبة والمساءلة على أنواعهما، مع التأكيد على أن أي تصد لهذه الآفة لا يمكن أن يكون ظرفيا أو جزئيا أو انتقائيا أو استنسابيا. بيقول الرئيس عون: الآفة الأخطر هي الفساد، وهي آفة مجتمعية دولية عابرة للحدود والقارات ولا تقتصر على دول من دون سواها، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا بانهيار كامل أو جزئي لسلم القيم في المجتمعات التي تعاني منها. على كل حال، المزيد من مواقف رئيس الجمهورية فور ورودة، وبحال كان في تصريح من أصر بعبدة أيضا رح نكون بناء المباشر له. بذات الوقت وقبل ما نرجع للوزير السابق غسان عطلة، مديرية حماية المستهلك اليوم قامت بجولة على عدد من المحلات التجارية لرصد المخالفات بأسعار المواد الغذائية بضوء الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار. هذه الجولة شملت عدد من المحلات التجارية لمراقبة موضوع الأسعار الذي يشكو منه المواطنون بشكل كبير جدا. عم نتابع إذن هذه المشاهد من جولة مديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، علما أن وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة كان أكد مرارا على يعني وجوب تقيد جميع أصحاب المحلات التجارية بعدم رفع الأسعار بشكل يعني جنوني إذا بدنا نقول، تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار. ومنذكر أيضا أنه امبارح كان في تعميم لحاكم مصرف لبنان حول التزام حد أقصى لسعر الصرف بقيمة 3200 ليرة لبنانية للدولار الواحد. رح نرجع للوزير السابق غسان عطلة، بس قبل عندي شغلة بدي أوضحها. يعني دايما عبر هواء الأوتيفي وكلما يعني نقلنا نقل مباشر لمؤتمر صحافي لأحد خصوم التيار الوطني الحر من أحزاب وشخصيات، بيوصل بعض، ما عم بقول الكل، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ليش نقلتوا فلان، ليش ما نقلتوا فليتان. الجواب على هذا الموضوع هو جواب واحد دائما: الأوتيفي مؤسسة إعلامية، لون الوطني واضح ولكن منفتحة أمام جميع الآراء والتوجهات مهما كانت قساوتها. وطبعا يعني طلع مؤتمر صحفي للحزب التقدم الاشتراكي يلي كتير مش مبسوط انه من المؤتمر، كان في ما يحضره ينطر شوي، بتابع الوزير غسان عطلة يلي رح نرجع له هلأ ونسمع المزيد من تعليقاته حول ما ورد بكلام النائب بلال عبدالله بمواقف الحزب الاشتراكي، بمواقف القوى المعارضة للحكومة وبالدور المطلوب من الحكومة بالمرحلة المقبلة. معالي الوزير بنرجع لك. كنا قلنا بدنا نحكي عن الاتهام بموضوع الكهرباء انه عم تنشر السهام. خليني قبل اقف معك بموضوع اهلنا وناسنا اللي بيحضروا الاو تي في وتعليقاتهم اوقات. انا معك بهيدي النقطه انك تطلع وتحكيها. مشكلتهم انه عم بيشوفوا لا موضوعيه بكثير مطارح وهجوم قاسي عليهم بكثير مطارح. بس انا برجع باكد على الكلام اللي انت قلته انه لا، نحن بدنا الاو تي في تضل هيك، بدنا الاو تي في تنقل صوره كامله للكل، بدنا الاو تي في تعطي مثال لكل المحطات انه لا، فينا نكون نحن ننقل صوره واقعيه من كل الاطراف ونترك للمشاهد هو يقرر. فانا باكد على كلامك وبتمنى على كل الناس يعرفوا انه لا، الاو تي في محطه من المحطات القليله بلبنان اللي عم بتكون هالقد واقعيه. شكرا لك. بموضوع الكهرباء عم تصوبوا الاتهامات على الكل بينما انتم مسؤولين عن جزء كبير من الدين العام. كمان نرجع منكرر، وليد جنبلاط قال هالشيء، اليوم بلال عبد الله قال هالشيء، وفي جو سياسي عام عم يتهم التيار بهيدي التهمه. اوكي، طيب اول شيء تنكون واضحين، نحن ولا مره طلعنا نقول انه نحن فوق المساءله بموضوع الكهرباء او نحن لن نسمح باحد بانه يفتح ملف الكهرباء. عم يطلعوا يعملوا هجوم بدون اي ورقه او اي اتهام عند القضاء او اي مستند رسمي بيتهمنا فيه بكل الكلام اللي عم بيقولوه. يعني فقط اتهامات بالهواء شعبويه للناس تسمعها، ان كان بالبواخر وان كان بالكهرباء. وانا مني اختصاصي بهذا الموضوع تجاوب التفاصيل، بعتقد وزراء الكهرباء السابقين ان كان الوزير سيزار وان كانت الوزيره ندى جاوبوا اطروحات بهذا الموضوع. بس انا اللي عم بقوله وباكد عليه، اللي عنده اي ملف بصيب فيه التيار الوطني الحر بموضوع الكهرباء ليش ناطر صار له سنه وسنتين؟ انا بدعيه اليوم يروح على القضاء
ويوضع هودي الارقام والملفات اللي بين ايديه ويهاجم التيار الوطني الحر، واذا قدر يوصل لاعلى مستوى من الهجوم بانه يفوتنا على الحبس اذا نحن مخطئين، نحن تحت سقف القانون. نحن ولا مره عم نقول انه نحن بوزاراتنا ما بنقبل المحاسبه، بالعكس. لك نحن اول ناس كشفنا اموالنا، رئيس الحزب طلع قال خيي بدون قانون، بدون ما حدا يبدأ علي، بدون شيء لفرجيكم عقاراتي واملاكي واموالي وكل شيء، ونحن على مسيرته نفس الشيء. فاتحين كل حساباتنا واموالنا اللي ما معنا شيء منهم يعني، بس رح نفتحهم يعني. لكل الناس تيجي تتفرج، وكل الوزارات اللي استلمناها. نعم. مطلوب من كل انسان عنده اي علامه استفهام على اي وزاره نحن استلمناها انه ما يخلي هالعلامه الاستفهام موجوده بس بعقله، يروح يجيب اوراق ويقدم للقضاء. واليوم دور القضاء بالمحاسبه. انا كنت وزير بوزاره عليها 100 علامه استفهام، ما كفيت حكي واتهامات، حضرت ملفي وطلعت على القضاء وقدمت ملف على القضاء كامل متكامل. هيدا الشغل الرجل المؤسسات والقانون والرجل الدولي الصحيح، انك تروح اليوم انت على القضاء وتحط القضاء قدام هو قدام الشعب انه يقرر اذا كان في هون تهمه او ما في تهمه، هو ببرئك وهو بيتهمك. اما انه نضلنا نحكي كهرباء صار لها 30 سنه، 30 سنه نحن اخذين من هيدي 30 سنه 10 سنين او 8 سنين، بهود العشر سنين او ثمان سنين عد كم سد صرنا عاملين. الناس ما عم بتشوفهم هودي. اكتشاف اليوم التنقيب عن البترول والغاز، الناس ما شافتهم هودي انه بعهد التيار الوطني الحر بالطاقه. اما موضوع الكهرباء فالكلنا بنعرف انه نحن عملنا كل المحاولات وبذلنا كل الجهد، والبواخر مش لالنا يعني، مش للتيار الوطني الحر، هني ما اجوا بكونترا بين تركيا والتيار الوطني الحر، معروف مين الكونترا تبع البواخر. فاليوم ما حدا يوجه لنا اصابع اتهام بشغلات نحن موفرين فيها على الدوله، اقل كلفه لانتاج الكهرباء كانت من خلال البواخر. اللي بده يروح يناقش بهذا الموضوع في يفتحوا على مصراعيه يعني، كل نقطه بنقطه، ويتفضل يروح يحطه قدام القضاء. وإذا طلع إنه في علينا أي وزير منا أو أي شخص منا مرتكب، نحن بنرفع الغطاء عنه. بس هل يتجرأ أحدهم بأي وزارة استلمها يطلع يكون هالقد شفاف؟ في حدا يخبرنا وزارة الأشغال كل المصاري اللي صرفتها من 30 سنة لليوم نحن ما فتنا عليها ولا مرة، اللي تعاقبوا عليها معروفين. وين راحوا مصرياتها وليش ما في بنية تحتية بلبنان؟ في حدا يخبرنا وزارة الاتصالات وأرباحها المهولة كيف اختفت؟ أنا عم فضي طابق كان وزير الاتصالات عم يشتري بناية. في حدا يخبرنا وزارة الصحة كيف انصرفت مصرياتها عبر 30 سنة وهن مارسوا فيها وزراء فترة طويلة؟ في خبرونا وزارة التربية والمدارس الرسمية والجامعات الرسمية اللي وضعها كلنا بنعرفه، قديش انصرف فيهم مصاري؟ شو انعمل فيهم؟ يعني اخر شيء ما عدنا لاقيين شيء نعمله بوزاره التربيه، ركبنا كاميرات على اساس انه كل شيء صار بيرفكت. يعني المدارس اكتملت تدفئه وتبريد وما بقى في شيء ناقص، تلميذ المدرسه نعم. بس خليني بس بدي اقطعك لانه حكينا من شوي أو ذكرت من شوي مواقف فخامة الرئيس أمام وفد من الهيئات الرقابية، هلأ في موقف إضافي وفي موقف لرئيس الحكومة، رح أقريهم بشكل سريع. بيقول الرئيس عون: كي تؤدي مكافحة الفساد أهدافها لابد من توافر منظومة قانونية متكاملة وفاعلة ووجود سلطة رقابية مقتدرة ومحترفة، لأن استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري يكون عبر سن ما يلزم من نصوص واتخاذ تدابير عملانية وفقا لنص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. أما رئيس الحكومة فبيقول: الكل يعرف أن الفساد متضخم في لبنان ويتمتع بحماية السياسة والسياسيين والطوائف ومرجعياتها، لكن وعلى الرغم من الفساد الذي تسلل إلى كل شريان في الدولة ليس هناك فاسد تمت محاسبته إلا من كان مرفوعا عنه الغطاء. وبتابع الرئيس دياب: أدعوكم اليوم لورشة جدية للمساهمة في إنقاذ الإدارة اللبنانية عبر تكثيف الجهود في الرقابة والمحاسبة
من دون مظلة على أحد ومن دون تدخل السلطة السياسية، ولم يعد ممكنا الاستمرار في نهج التراخي. هذا رئيس الحكومة عم يحكي. يعني بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لأول مرة نشعر أنه نحن رايحين لبناء دولة. هذا الكلام اللي عم بيقوله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بيطمن كل الناس أنه لأول مرة نحن في كلام عن محاسبة فساد وفاسدين، في كلام أنه ما بقى مسموح بأنه حدا يكون مغطى. مين بده يعترض على هيك موضوع غير المرتكب؟ يعني عم برجع أقول لك، وزارة الشؤون اجت هيدي الحكومة، اجى الوزير مشرفية قرر يعمل شيء للناس، اكتشف انه في مصيبة. مين تعاقب عليها وزارة الشؤون من 5 سنين 10 سنين لليوم؟ تيار وطني الحر؟ طب فجأة هيك ما عاد يعني ببين انه موتى حزبيين اغنياء، كل هودي بوزارة الشؤون اثنين مسجلة بينعطاها مصاري وبينعطاها اعفاءات وبتنعفى من الجمرك وكل هودي هيك بالصدفة؟ ولا وزير من اللي تعاقبه بخمس وزراء سابقين عمل مجهود تيشوف شو هالأسامي اللي عنده؟ يعني كل هودي كيف بدنا نغطيهم؟ يعني بيطلع واحد بده يحكيك بالفساد ويتهمك بأمور، لك يا حبيبي انت الفساد بذات نفسه. يعني كلمة الفساد انت طلعتها بكل الوزارات اللي عشت فيهم، انت ولا بوزارة نجحت، انت ولا وزارة عامل خطة. لك على القليلة نحن بالوزارة السابقة ظهرنا من وزاراتنا عاملين خطط وقوانين كيف بدنا نعالج ملفاتنا. هن من 30 سنة ما حدا منهم عامل خطة، لا عندنا خطة لوزارة الأشغال لأمور الطرقات أو السكة الحديد أو المواصلات أو شيء، ما عندنا خطة صحية، ما عندنا خطة بوزارة الشؤون، ما عندنا شيء. اجوا حكموا منظر بس، اجوا 30 سنة حكموا بالنسبة له الحكم هو قد ما في عبي جيبه قبل ما يفل، يقدم أي خدمة عامة للمواطن ما كان موجودة. الحكم كان عنده سلطة تسلط على الناس فقط، وتعبيت جيبه بناية قصر. ما بيسوى وزير يكون ساكن بشقة بناية بالنسبة له، لازم الوزير يكون عنده قصر بالضيعة وبيت بسوليدير. لكن المدراء العامين اللي جايبيهم كلهم فاسدين مثلهم. ربطوا واحد على الدولة ما فسد بالدولة. يعني اليوم وقاحة أكثر من اللزوم أنه يطلع شخص بيعرف أنه تاريخه وحاضره ومستقبله رح يكونوا فاسدين ويجي يحكيك بالنزاهة ويقول لك أنه ما برضى حدا يتهمني. لك يا خيي أنت مش متهم، أنت التهمة ذات نفسها. انت ما عملت شيء بتاريخك منيح، انت كل فترة ممارستك للحكم كانت سيئة، انت اعمالك كلها مشهود لها بالفساد. جاي تحكي اليوم اذا الدولة قررت تحط قوانين لمحاسبة الفساد انه هيدا بصيبك انت؟ اكيد بده يصيبك، لكن مين بده يصيب؟ بده يروح يصيب الوزراء القوادم اللي قطعوا بفترة من الفترات وكل الناس تشهد لهم؟ بده يصيب الاحزاب الفاسدة اللي مثلك اللي فاتت على السلطة واستعملت كل السلطة ومقومات الدولة لأمورها الخاصة، وراحت تعمل طرقات وراحت تعمل مشاريع وهمية وتبني مستشفيات ومدارس غير موجودة وتعمل ضروبة ومقاولات وسمسرات؟ هيدي الأمور كلها ياتا فكرهم هيك فجأة بدنا بشطبة قلم نلغيها كلها ياتا؟ 100 مليار على الدولة اللبنانية ما بده ينسأل عنهم؟ برجع بقول لك إذا الكهرباء في عليها أي شبهات يتفضلوا يكملوا ملفهم ويروحوا على القضاء يحاسبوا كل شيء. خلينا نكون كلنا تحت الحساب، بس أما نضلنا نحكي هيدي اللغة إنه في يا خي الكهرباء وزارة من 30 وزارة، في 29 وزارة. طب نحن بالكهرباء عم نقول نحن نوضع نفسنا بالتصرف لنكون جاهزين لأي محاسبة، ال 29 وزارة الباقي شو بدنا نعمل فيهم؟ وسميت لك كل وزارة باسم أكثر من الثانية. تعرف وزارة الشؤون قديش حجمها؟ قديش فيك تتعاطى فيها مع الناس؟ قديش كان فيك تريح فيها كثير ناس بحاجة للدولة توقف حدهم؟ بس ما كان بدهم الدولة توقف حدهم. كل مشكلتهم اليوم انه رجعت الدولة هي تتعاطى مع الناس، هن بدهم الناس
زبائن عندهم، بدهم الناس مواطنين عند الدولة، بده الإنسان يجوع ويروح لعنده فياكل عنده، مش منه المصروف فهو يعيشه. هيك تعود الإقطاعي وهيك تعودوا الزعامات اللي كانت موجودة ترفض فكرة الدولة انك انت تكون مواطن لك حق عند الدولة والدولة عم تعطيك حقك. عم بكرهوا الناس بالدولة لانه ما بدهم انه الناس تكون قريبة من الدولة، عم بجيشوا ناسهم بس بالعصبيات المذهبية والطائفية للأسف. بدي قبل ما نختم معك معالي الوزير رح اقرا كمان يعني بيان قوى الامن الداخلي بالنسبه لتعميم حاكم مصرف لبنان، صدر عن المديريه العامه لقوى الامن الداخلي شعبه العلاقات العامه البيان التالي: باشرت جميع قطاعات قوى الامن الداخلي الاقليميه على كافه الاراضي اللبنانيه تنفيذ مضمون تعميم حاكم مصرف لبنان وسيط رقم 553 بتاريخ 27/4/2020 بناء لاشاره النيابه العامه التمييزيه، وهي تعمل على توقيف الصرافين غير المرخصين والصرافين المرخصين الذين يخالفون هذا التعميم وختم محلاتهم بالشمع الاحمر، مع الاشاره الى انه ولغايه الان تم توقيف اكثر من 10 صرافين والإجراءات مستمرة في ملاحقة باقي المخالفين. عندك تعليق عن الموضوع ولا نقطع الخط؟ نقطع الخط يمكن مع الوزير غسان عطلة. قطع الخط على الأرجح. ألو عم تسمعنا مع الوزير؟ عم بسمعك. كنت عم بسألك في أي تعليق على توقيف 10 صرافين؟ إيه طبعا أكيد في تعليق. هيدي كلياتها اليوم اللي عم نشوفه نحن، هيدي الممارسات اللي نحن بدنا اياها وبدنا نشوفها على الارض، هيدي اللي بتدل على انه اليوم في تغيير في رؤيه للامام نحو بناء الدوله. هيدي اليوم اللي نحن كنا عم نسعى له كل الوقت، وزير اقتصاد موجود على الارض بيحاسب اي غلب الاسعار، وزاره الداخليه عم تنفذ تعميم حاكم مصرف لبنان. هون بتشوف المشهديه الصحيحه اللي نحن رايحين عليها واللي نحن عم نتمنى انه نضلها موجوده، مش انه نقعد نحن كلياتنا نهاجم الدوله كل النهار ونخانق الدوله كل النهار ونتهم الدوله كل النهار ونتهم رئيس الحكومه. رئيس الحكومه اليوم عم يجرب يعمل اكثر ما فيه لانه على القليله عنده شرف المحاوله، على القليله بالنهار بيعمل 10-15 اجتماع لانقاذ الوضع، مش مثل غيره بيحمل حاله بفله برا بيقعد شهرين ثلاثه برا بس يصير في ازمه وبيرجع بعدين بشوف كيف يرجع عمهله. بيحكي كل 3-4 أيام 3 كلمات. في رئيس حكومة نشيط عم بجرب يشتغل، يلتقي برئيس الجمهورية بالأسبوع 5-6 مرات لإيجاد حلول. اليوم في وزارة الداخلية عم تنفذ قرارات بالوقت اللي كانت وزارة الداخلية مسؤولة عن رخص الفيمين ورخص سير المرور ورخص البناء وإعطاء رخص مزورة وعبينا جيبنا بنكفي. اليوم في وزير داخلية مختلف، اليوم في صورة جديدة، نحن هيدا اللي بدنا اياه. بيطلع كل واحد يعني للأسف بيحكي كأنه الناس بلحظة نسيت كيف هو مارس الحكم، نسيت كيف هو كان عم يتعاطى وقت كان وزير. بيظهر من الوزارة اليوم تاني يوم بصير ينظر عليك بكيف انه بدك تشتغل. لا انا شايف انه اللي اليوم عم نلمسهم على الواقع الأرض اليوم من الداخلية للاقتصاد لكل الأمور هيدي، هذه أمور يشكروا عليها الوزراء الموجودين. نعم، يبدو أنه في محاولة لإعادة قطع الطريق بالذوق، يعني هذه التحركات كنت سألتك عنها من شوي، على أمل أنه ممكن تطور أكثر. المستشفى تاعها دغري رجع. نعم، لا لأنه من شوي كان في صور لتدافع شوي بنقطة الذوق. على كل حال، شكرا لك معالي الوزير غسان عطلة، نحن يعني حلقتنا وصلت لآخرها، على أمل أنه شكرا، على امل انه هذه التحركات ما تتطور اكثر، خاصه انه بعده خطر كورونا ما زال، على الرغم انه اليوم التعبئه العامه بلشت تتخفف. شكرا لك مشاهدينا، هون نوصل لختام حلقه حوار اليوم، شكرا للمتابعه والى اللقاء.